صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: البعض يقول أن الله كتب عليه الشقاء وعدم الهداية، فما الرد على ذلك؟ ولمن يقول أن هذا مكتوب عليه؟ الله كتب عليك لكنه أمرك بالتوبة ويسر لك الطريق وبين لك، فإذا تركت هذا فأنت الذي فرطت، أنت الذي فرطت، فاللوم عليك لأنك أنت الذي فرطت، وأنت تقدر على التوبة وعلى العمل الصالح وعلى ترك المعاصي، أن تقدر على هذا وعندك عقل وعندك بصيرة ومعرفة وتمييز، لماذا ما تقول القضاء والقدر أتكل عليه ولا أطلب الرزق ولا آكل ولا أشرب ولا أتزوج؟ لماذا إذا أحد اعتدى عليك تطالب بالقصاص والانتقام ولا تقول هذا قضاء وقدر؟ يعني ما تحتج بالقضاء والقدر إلا في العبادات والطاعات؟ هذا من الهوى والكذب على الله وعلى رسوله. نعم.